عبارة وزيارة بمساهمة نجمة اللي نذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. ماما ميا ملا بنا وملا هي فانواز حلوة منك ديليس دانون. One promise, you will come back. Carthage Tour. عبيدة من القلب للقلب. Papillon. داند المزرعة بنة الحم هبرة من غير شحم. Newport. Goldina. Sazio. Fashion, love and more. ملسوقة الشمس مع جات أسيرانس. اليوم مأمن وغدوة مضمن. رحلتنا في باردو بديت ومرام ومؤمن حايرين منين باش يبداو. اليوم حلقة سبيسيال في مدينة كلها تاريخ وحكايات. كي تقول التاريخ والعراقة تقول لك أنا، كي تقول الذوق والفيانكا والنيقة تقول لك أنا، كي تقول البيات والقصورات وكي تقول المعالم والحضارات تقول لك زادة أنا. الرومان خلولنا فيها لحنية والفسيفساء اللي مزين متحفها، الترك خلولنا فيها القصورات والمعمار اللي صنع وهرتها. أما قبل كل شيء هي ناسها وحومها ولمتها واستادها وحكايتها. مرحبا بكم في باردو. صباح النور والعسل سعد الحميد في محرز. صباح الفل. مرحبا بكم. مرحبا مرام. يعيشك باردو اللي نفرحوا بيك. يعيشك. بحذانا الباردو نتاع القصورات والبيات والبقلاوه والكوره. مرحبا بكم. يعيشك. تعرفنا بالشيف محرز. مرحبا بكم. بحذانا هو زاد من باردو واصيل اصيل باردو. دونك باش طيب لنا الماكله نتاع البيت والماكله البلديه، الماكله الزمنيه نتاعنا شيخونا اليوم. اكيد اليوم نعملوا حاجه باهيه اللي هي نتاع اولاد باردو اولاد البقلاوه الصحاح اللي يعملوا حاجه نتاع البيات. واضح يا سيدي. دونك انت والشيف متفاهمين فيكم عاملين ومحضرين بروغرام هي تحضير وبرشا حاجات باش نطيبوا ماكله سفره كبيره هكا هو السفره الكبيره. وانا جو سو سيغ سيغتان اللي سي عبد الحميد محضر لي زياره هايله زاده. والله ربي زاده الملعب هادي نايف ان شاء الله مش نفرحوا بيه غاديك زاده ان شاء الله. انا اليوم سي باغ سيربريز زياره نتاعي، ما عملت روحي ما في بالي بحتى شيء، باش يدور بيا وين نحب وباش نبدا نكتشف كيف ما نحب. مرحبا بيك. نتعلقوا يلا نبداو. علي بون كوراج. سالي بون كوراج.
البداية باش تكون من معلم كانوا لازال فخر البلاد التونسية، المتحف الوطني بباردو. زيارة مرام اليوم باش تكون رحلة في التاريخ والحضارة بامتياز. C'est magnifiquement beau. هذا المتحف الوطني بباردو اللي قبل كان المتحف العلوي لعلي باي اللي دشنوا 1888. هذا نحن في هذا القصر الصغير اللي هداه لنسيبو، ومن بعد ان شاء الله باش نمشيو نشوفوا القصر الكبير اللي كان فيه هو. فوالا لا كيسيون اللي انا كنت باش نسالها لك وانت توا سبقتني فيها، باش نقول لك هذا كان جوست متحف يعني امبوسيبل، سي كو كان قصر. توا انت تو ريبوندو على كيسيون كو جالي بوزي. هداه لنسيبو. صحالي ان شاء الله ديما احنا زاد يهديو لنا حاجات كيما هكايا. ان شاء الله. ندخلوا للكبير توا. شو الكبير؟ يلا. من مدام فاطمة نايت إغيل مش تورينا نايت إغيل اللي هي المديرة متاع المتحف متاع باردو مش تورينا هي وتعرفنا على أشياء شفنا مثلاً برشا فوسي فوسي واحد إن شاء الله مش تحكي لنا على التاريخ وبشيخنا. وقبل ما تبدأ تحكي لنا أنا نحب نسألها سؤال غريب، نايت إغيل يعني أمازيغي بربري؟ أمازيغي يعني الأصل متاعو بربري. فيما معناه نايت يعني بن إغيل كيما مرام بن عزيزه، كي نحبوا نردوها بالبربري تولي مرام نايت عزيزه. حلوه ياسر هذايا، من اليوم وليت اسمي مرام نايت عزيزه. مرحبا. باش تحكي لي على الطابع المعماري نتاع المتحف هذا المزيان، سي اون ميرفي. ميرفي يعني هو من يعني من احسن الشواهد يعني، والطابع المعماري خاصه في يعني الحليه الاخرانيه نتاعو اللي معناتها تعود الى القرن التاسع عشر. كما تراو انا في القاعه هذيا يعني قاعه كارتاج اللي كانت هي يعني البهو الا البهو الكبير وقت اللي كان تقصر وقت اللي كان يسكن فيها البيع، خاطر احنا المتحف الوطني بداردو هو يعني المسكن الخاص للبيع دارو. يعني قاعه العرش هي المجلس النواب اليوم، لكن هذه يعني الوغ في القاعه هذيا يعني اغزر حتى من ناحيه من غير ما نمشيو يعني للمجموعه المتحفيه تشوف الطابع الاركيتكتور الطابع المعماري نقول لهم اوني في اون بلين ميديتيراني، يعني احنا في حضارات المتوسط الكل، هو العالم شنو العالم الكل راه في البحر الابيض المتوسط، هوني عندنا احنا الشواهد الكل الطابع المعماري عندنا يعني لهنا يعني الانفلونس نتاع الحضاره الايطاليه في السقف يعني حتى في الاعمده الاعمده هذيا لي كولون معناتها جايبينهم من ايطاليا وعندك الوغ لانفلونس اندالو موريسك في الفايونس في معناتها في الزليز وشوفك العديد من الحضارات اللي تجمعت هوني فوالا سي اكزاكتومون بركه. وهو علاش متحف وطني؟ لانه هو معناتها يوري فيه جميع الحقبات الزمنيه اللي عرفتها تونس. يعني هو الذاكره التونسيه، هو الهويه التونسيه. انا ديما نقول اي تونسي اي مواطن ساعه نبداو بالتوانسه قبل يعني الاجانب، كيف يجي يعرف الحضارات نتاعو على خاطر فيها ما قبل التاريخ، يعني فيها حضاره الحضاره البونيه، فيها الحضاره الرومانيه والبيزنطيه والاسلاميه يعني الى الفتره الحديثه هذه. في المنحوتات اللي موجوده الكل، كل واحده عندها تاريخها، كل واحده باش معموله وشكون عملها، وكل واحده عندها ليستوار علاش تعملت. انت كمديره المتحف شكون المنحوته اللي تحبها اكثر؟ والله انا بما اني انا امراه دونك نحب يعني آلهة الحب والجمال. هي فينوس، فيها الجمال، فيها الحب والجمال والرفاهيه وياسر نرقاو لا جو دو فيفر فوالا اي دونك في متحف باردو فينوس نرقاوها نو سولمون في المنحوتات لكن ايضا نرقاوها جسمت برشا على الفسيفساء. انت حكيت توا على الفسيفساء وانا سؤالي ليك اللي شهرة المتحف هذية ترتكز على الفسيفساء. اكزاكتومون يعني معروف هو فيه كما قلت لك فيه الحقبات الزمنيه والكل فيه القطاع
متنوعة، لكن الشهرة بتاعه كما توا انت كنت تقول الفسيفوسي. هل أهمية الفسيفوسي هذية ما هيش من ناحية العدد فقط، يعني عنا كم هائل من قطاع الفسيفوسي، من ناحية الخدمة ولا. يعني من ناحية الجمال، ولكن أيضا من ناحية يعني المواضيع اللي جسمت على هذه الفوز على القطاع كان كتيبه ولا انت بدون نقراوه يعني. نقراوه كما يعني الفسيفوسي اللي في البهو الكبيره ذيك كي ندخلوا لها في الداخل المدخل الكبيره، هي راهي من اكبر الفسيفوسي اللي وقع اكتشافها بالبلاد التونسيه بصفه خاصه، ولكن ايضا حتى على الصعيد العربي والافريقي والمتوسطي ايضا. تجسم الاله في يعني وضعيه انتصار الاله نبتونوس، سي لو ديو نبتون، سيتي لو ديو دو لا مير. دايوغ مدام فاطمه احنا كي دخلنا توا انا والسي عبد الحميد اون ايتي ايبلوي قدام الفسيفوسي الكبيره اللي هي في المدخل، اللي يعرفوها العباد الكل اللي تجي للمتحف يجيو للمتحف، يجيو للمتحف شوفوا شوفوا الزين اللي موجود هنايا والتاريخ، تحس لحمه كي قشعر من بقعه لبقعه. انا من قبليك قاعده ندور كل بلاصه تنطق وحدها تو سامبلومون. مدام فاطمه انا مذكر دخلت له في الزناني 70 كي كنت نقرا هنا، ونعرف اللي فيه عده اقسام. أيه. كانت نجم تقول لنا معناها الاقسام هذوما ايش ثم فيهم؟ يعني الاقسام احنا تختلف بنوعيه القطاع معناتها الاثريه كما قلت، يعني فما ما قبل التاريخ، فما البوني، فما يعني الروماني والبيزنطي والاسلامي. عندنا مثلا يعني الجناح، جناح الكنوز اللي هو كان وقت البي يعني الحرم، ما يعرف يعني من الناحيه المعماريه هو الحرم، هو احنا هذايا جناح الكنوز. جناح الكنوز فيه تعرض فيه يعني القطاع الثامنة لي بيس اكسبسيونيل، يعني من ناحيه الجمال يعني انديبوندامون من الحقبه الزمنيه نلقاو الحقبات الكل. نحن ندخل ميساج في برا وزاره سي كو الناس تعرف بلادهم، تعرف تراثهم، تعرف لي برودوي دو تيغوار نتاعهم شنو، ما تعرف لارت كولينير كيفاش يمشي كل بلاد شنو سبيسياليتي نتاعها. وبلادنا ما نجموش، عندنا حاجات ياسر مزيانه ما نجموش. وكي تكون احنا معناتها عندنا ناس كيفكم انتوما سي عبد الحميد الهرقان اللي معناتها يعني وجه رياضي معروف جدا، ولا مرام بن عزيزه يعني كل واحد كيف يجيب لنا اللي ولا فاطمه زيدا محليك عايشه معناتها هذا دورنا احنا كتوانسه وكمواطنين، يعني كل واحد يجر معاه العباد والناس اللي تبعوا والناس يعني هذا هو كلنا كلنا نجيبوا معناتها ونعاونوا ونوريوا يعني ليماج الحلوه نتاع ان شاء الله بلادنا تكون بخير يا رب ان شاء الله. عين فاطمه انا نحب نشوف شو اسمه جناح الكنوز. جناح الكنوز تهزنا نشوفوا جناح الكنوز بيان سور باش نهزك، وهذا فيه مجوهرات. وين كل مجوهرات انت جوهره عايشك محليك عايشه يلا. وتوا كالعادة مؤمن مش كملوا قضيتنا من المزرعة. عسلامة عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في البزعة نتاع باردو. بالنسبة لطاجين البي شو باش نسحق؟ طاجين البي باش نسحقوا له عظام جون اورانج المزرعة اللي هو كله فيتامين. والسمسة المالحة؟ السمسة المالحة نسحقوا الهبرة دانداشي نتاع المزرعة، نعوضوا بها البقر اللي هي ما فيهاش كوليسترول. اللي هي خفيفة وبنينة وأقل كوليسترول ومش مكلفة. ومش مكلفة. زيدكم حاجة أخرى؟ وللوصل باش تكمل لنا دجاجة ذهبية فرمية المزرعة. هاي ربعين هاي بسلامة بسلامة شهية طيبة.
من متحف باردو اللي كان مقر إقامة البيت الحسينيين، ما رمت عديت مع سي عبد الحميد هرقيل للقصر الكبير اللي معروف حالياً كمقر السلطة التشريعية. القصر هذا تبني في العهد الحفصي وكان هو مقر حكم البيت ويحتوي على قاعة العرش. تواجد القصر هذا في باردو خليها تزدهر وتتحول عام 1909 إلى بلدية بعد ما تم وصلها بالترامواي عام 1908. سي عبد الحميد، توا احنا في مجلس النواب. هذا مجلس النواب اللي قبل كان قصر باردو. أي. والاسم باردو مشتق من برادو، هي كلمه اسبانيول. معناها ثم جنينه كبيره. وعلى هن على الهندسه المعماريه جيماجين، خاطر سي دي اسبانيول ولا لي زاندالوب. زاندالوب فوالا. فوالا. والقصر هذايا سكنوا فيه البيض، العديد من البيض، دونك شنو هي علاقته بالبيض القصر هذايا؟ هذايا سكنوا فيه عدة بيض، نذكر اللي حمودة باشا هو اللي سكن فيه 1631، وهو اللي عمل معناها حسن فيه شوية، عمل شوية ترميم، وجاوا بعده بيت أخرين. بيت أخرين سكنوا. دونك جيماجين كل بي جاي في القصر هذايا، كل واحد إلا راجوتي سا فالو راجوتي ديزون في القصر هذايا، صحيحة؟ سي فري. بعد جت العائلة الحسينية في القرن 18. وحسين باهي هو اللي بنى المسجد اللي موجود برا في بحر مسنوير. كانوا موجودين هنا زاد الحسينيين اللي كانت عندهم قاعة العرش، قاعة المحكمة، وبيت الباشا. بيت الباشا. أنا قاعة المحكمة وبيت الباشا نعرف، مي قاعة العرش شنو هو؟ سافا عرش يعني برشا عباد يتلموا. هذا العرش كيما بالحبيب بورقيبة رئيس مجلس القومي التأسيس، الله يرحمه. السلامة. عسلامة، مرحبا بكم. شايف قبل ما نقضيو مدامنا في مدينة البيات وانت أصيل باردو، ما كنزمش تحضر لنا حاجة زمنية تاع بيات. أكيد وما فماش حاجة من خير من طاجين البيت تاع ولاد باردو معروفين بها، ويرجع هو الأخضر والأحمر بتاعه لعهد الدولة الحسينية. وتعرف أنت الألوان هذوما اللي هما توا ألوان الملعب التونسي اللي هو من فريق تاع باردو. اللي يقول تصنيف يقول جولدينا، غنية بالفيتامينات وتصلح في الملح ولا في الدسير. نزيدوا معاه قوت الديليس، قوت الشمال اللي ما فماش كي بنتها. نزيد نوتكم بالنواصر بالدجاج. هذا أصل أصيل، تسميت التسمية تاع نواصر باسم محمد الناصر باي. الأصل أصيل امرأة أندلسية حضرت المربعات تاع نواصر، قصتهم مربعات مربعات، عملت كرشة تاع الزعفران وباش يعطيو كلقه نتاع الذهب على اساس تشبه للعمله اللي كانوا يتعاملوا بها في العهد هذاك، وتجيب البخت وتجيب الرزق.
القضية ما تبدأ كان بزيت نجمة جو بلوس 1.8 يصلح للمالح والحلو، للتطيب والقليان، للنواصر الشيف اختار طماطم وهريسة عبيدة، اللون المزيان ومطعم زمان بالطبيعة مضمونين. مش نزيد نوتكم طاو بالصمصة المالحة اللي هي ماك تعرف الكوجينة التونسية متقطعش عليها الملسوق ديما موجود، لازمنا نعمل صمصة مالحة خفيفة للصمصة المالحة أكيد ملسوقة الشمس اللي ما تشربش الزيت وتقعد كروستيان تدونها مزيان بعد ما تطيب. باش نزيد ونبنو صمصتنا باش ناخذو سافور غريير ديليس. وقايد ديسير شنو باش تحضر لنا؟ وأكيد مع المنيو تاعنا هذايا باش نحضروا مدموجة اللي هي معروفة المدموجة حاجة فين ومزيانة برشا، تتقدم في رمضان في القعدات في المناسبات ديما موجود. ونحن اليوم باش نعمل مدموجة متاعنا على طريقتنا كيما مدموجة تونسية. مدموجة تونسية بشوية فاكهة كل قدير وقدر، ومن بعد تتبعني في الليتاب كيفاش نخدموها بالبدا. للمدموجة الزمنية متاعنا باش ناخذوا سميد رطب دياري، سميد العادة والعوايد، باش تكون فاوحة وباش نزيدوها بنة على بنة الشيف زيدنا سكر فاني فانواز. تحكوا حاجة أخرى؟ كملنا قضيتنا، آخر حاجة باش ناخذوها دابو سميد ديليس.